مكونات الخليه الخليه هي وحده بناء الكائن الحي وبالرغم من اختلاف انواعها الا انها تشترك في ثلاثه مكونات رئيسيه وهي الغشاء البلازمي السيتوبلازم النواه اولا الغشاء البلازمي وهو غشاء رقيق جدا يبطن الخليه من الخارج تتمثل اهميته في عزل الخلية عن البيئة المحيطة بها. هذا بالإضافة إلى تنظيم دخول المواد من وإلى الخلية. أما عن تركيبه، فتركب الغشاء البلازمي من طبقة ثنائية الدهن (phospholipid bilayer)، الكوليسترول، البروتينات، السكريات قليلة التسكر، أوليجوساكرايدز، ثانيًا السيتوبلازم، وهو سائل شبه هلامي. يملأ الحيز الموجود في الخلية بين النواة والغشاء البلازمي، ويتكون من: الماء، بعض المواد العضوية وغير العضوية، بالإضافة إلى هيكل الخلية، وهي عبارة عن شبكات متداخلة مع بعضها من الخيوط والأنيببات الدقيقة، تكسب الخلية دعامة تحافظ على الشكل الخارجي للخلية. أما عن أهم العضيات التي يشملها السيتوبلازم، فتتمثل في الشبكه الاندوبلازميه الناعمه والخشنه الميتوكوندريا السنترسوم الريبوسومات جهاز غولجي الليسوسومات ثالثا النواه وهي الهيكل الاكثر اهميه داخل كل من الخلايا الحيوانيه والنباتيه وبشكل عام في الخلايا حقيقيه النواه اما الخلايا بدائيه النواه مثل البكتيريا فلا تحتوي على نواة. تعتبر النواة بمثابة مخ الخلية لكونها مركز النشاطات الحيوية بها، حيث تحتوي على دي إن إي، والذي يحمل المعلومات الوراثية التي تنظم نمو وتكاثر الخلية. أما عن مكوناتها فتتمثل في: الغلاف النووي، السائل النووي، المادة الوراثية، النوية، وهي أكبر تراكيب النواة.